العملاق الأسباني الكبير نادي أتلتيكو مدريد يريد بقوة التعاقد مع الدول المغربية حكيم زياش، حسب ما أعلنته صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية. كلنا نعلم يا سادة يا كرام أن النجم المغربي حكيم زياش في فترة إعارة مع نادي جالاتاسراي التركي، وبعد فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالي سيعود إلى تشيلسي. ولكن يا سادة يا كرام، المستوى العظيم الذي يقدمه زياش حاليا مع النادي التركي جالاتاسراي جعل أكثر من عملاق أوروبي كبير يريد التعاقد مع ساحر المغرب والعرب حكيم ابن الأسد زياش. على رأس هذه الأندية العالمية نادي أتلتيكو مدريد، وهذا هو موضوع الحلقة اليوم. ولكن قبل الدخول في التفاصيل عزيزي المتابع الجميل، ادعمني وشرفني باللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. نادي أتلتيكو مدريد يريد النجم المغربي حكيم زياش عن طريق رغبة قوية جدا من مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني. دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يرى في زياش أفضل صانع اللعب في العالم، وسيمثل ثلاثية نارية محرقة لجميع المدافعين للفرق التي ستواجه أتلتيكو مدريد الموسم المقبل، ثلاثية زياش أنطوان جريزمان ألفارو موراتا. نادي أتلتيكو مدريد يعرف قيمة زياش، ويعرف أنه بعد التألق الذي يشهده حاليا مع نادي جالاتاسراي فإن سعره سيتزايد. ولذلك صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية أكدت بأن مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد مستعدين لإغراء تشيلسي الإنجليزي بمبلغ يفوق 50 مليون يورو من أجل إقناع إدارة تشيلسي بالتخلي عن الدول المغربية حكيم زياش. حكيم زياش عاد إليكم من جديد نسخة عظيمة رائعة مدمرة ممتعة كبيرة جدا مع نادي جالاتاسراي. نتمنى الاستمرار يا زياش على هذا المستوى حتى نهاية الموسم، وفعل الكثير والكثير للنادي التركي قبل ترقهم بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الحالي. والأهم كل التوفيق لك يا ساحر المغرب أنت وزملائك في جلب كأس إفريقيا للمنتخب المغربي إن شاء الله. وكما تعلمون دائما مني جملتي الشهيرة، قولوا يا رب.